السلام عليكم خويا، حنا خرجنا هنا مع ديك جوية ديال التمنية، التمنية نيشان فاش خرجنا وما ما كاين والو. فاش جينا مع الصباح يعني دزتو من نفس الطريقة اللي دزنا في الطريقة هادي، هادي الطريقة فاش دابا فاش تجمعوا دابا الطوموبيلات تما كدزنا. وفاش جينا في الصباح عاد كيقولوا لنا عباد الله راه كل سيارة واقفة لا والو، حنا ما شفنا والو. فاش كنا غادي مع التمنية ما كانت شي حاجة، إلا كانت شي حاجة مورانا فاش مشينا حنا، فهمتي؟ إلا كانت شي حاجة هذيك الوقيتة فاش خرجنا حنا ديك 8 ونص ولا شي حاجة. وبحال فاش رجعنا دابا مع الصباح، فاش جينا مع ديك 7 ونص لقينا الطوموبيلات هنا مستفين المخزن، وكيقول لك راه شي طوموبيل هنا محروقة. هادشي اللي سمعنا حنايا، ما شي حاجة زعما باش شفناها حنا راه ما شفنا والو. شنو كيقول عرفت السيارة ديالنا؟ لا كيقول لك واحد البوليسي اللي كيقول لك شي بوليسي محروق، حنا حتى هنا شفناه في فيسبوك كيقول لك بوليسي محروق. لا صحاب شي بلاصه زعما بعيده من هنا، ولكن قالوا لنا غير هنا في بوسكوره. السلام عليكم، البارح في كما هاد الوقيته 8 ونص بحال من هكاك بانت لنا العافيه شاعله، جينا عاودين من هنا ما خلوناش، قالوا لنا يعني ممنوع تهبطوا لهنا. يعني لقيتوا الناس ديال السلطه؟ اه كانوا الناس ديال السلطه بزاف، ما بين 8 ونص 9 بحال من هكاك. الطوموبيل كي دايره تقريبا بحال شنو من نوع؟ غولف. كتشعل فيها العاب ما فهمنا والو، حنا ما يسحبش لينا في الاول ديال الشرطي، كنا سمعنا باللي الشرطي راه توفى قتلوه، ولكن ما عرفناش باللي راه الطوموبيل ديالو البارح حتى عندها علاقه بالموضوع. حتى البارح ملي سمعنا في الاخر عاد دارت هضره باللي راه ديال البوليسي اللي مات. سميت هذه المنطقه هذه دوار؟ دوار هذه هنايا دوار منطقه رمل الهلال تابعه لبوسكوره. تابعه لبوسكوره، الحي الصناعي والسوق الاسبوعي هو كاين حتى هو هنا.